الحكم النهارده؟ أعتقد أنه هذا الحكم يعني كاشف لحقيقة دفع عنها حزب التجمع منذ 37 سنة، عندما كان وحده يواجه الإرهاب ويواجه التيارات المتأسلمة ويواجه فكرة خلط الدين بالسياسة وفكرة استخدام الدين كغطاء سياسي. وكثير من الناس عارضونا واعترضوا علينا وربما حتى سعوا نحو تحالفات مع الإخوان وتقربوا منهم وصدقوهم، لكننا أبدا لم نفعلها. وحتى في الفترة الأخيرة شاهدنا كثير من الناس يدعونا إلى المصالحة مع جماعة الإخوان وإلى محاولة إيجاد سبيل لإعادتهم للحياة السياسية، لكننا أيضا اعتبرنا ذلك عمل مضاد للفعل الثوري ومحاولة لإهانة ثورة 30 يونيو. وأنا أعتقد أن هذا الحكم هو طبعا واجب النفاذ فورا وينفذ بمسودته، ولا يملك أي إنسان إيقاف هذا الحكم. وإذا أراد أن يستأنف يستأنف، بس مع تنفيذ الحكم. وأنا أعتقد أنه هذا الحكم يعني صفعة شديدة لكل القوى التي مالأت الإخوان وتعاونت معها، وحتى القوى الخارجية التي حاولت أن تساند الإخوان حتى بعد 30 يونيو. وخلاص أشتون ولا باترسون ولا الاتحاد الأوروبي ولا هؤلاء هيجوا يقابلوا مين؟ جماعة محظور نشاطها. وأنا أعتقد أنه أيضا هو صفعة لأي محاولة من جانب التيارات المتأسلمة التي تحالفت مع الإخوان مثل حزب النور، والتي يعني أنا كنت في اجتماعات المشير والمجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب، كنت أجلس إلى جوار الدكتور مخيون ويجلس بيننا محمد مرسي، وأشهد كل الحاضرين أن الدكتور مخيون لم يختلف في حرف واحد مع مرسي، وبالعكس حزب النور شارك في يعني خيانة الاتفاق اللي اتفقنا عليه مع المجلس العسكري، وشارك في تشكيل الهيئة التأسيسية الباطلة، وشارك في إعداد الدستور المشين، وشارك في إعداد قانون الانتخابات يعني الرديء، وشارك الإخوان في مؤامراتهم. ولما وجد أن السفينة تغرق أو أنه لم ينل شيئا من الكعكة بدأ يتمرد على الإخوان، ويحاول الآن أن يأتي متحدثا باسم الشريعة مرة أخرى. ولكننا نؤكد له أن لا أحد، لا هو ولا غيره ولا نحن ولا أحد يملك أن يقول أنه وحده يتكلم باسم الشريعة. الشريعة يفهمها الكثيرون، زي ما قال سيدنا علي بن أبي طالب: القرآن لا ينطق وهو مكتوب، وإنما ينطق به البشر وهو حمال أوجه. والإمام أحمد وقف قدام قبر الرسول وقال له: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. تمام تمام، بالتأكيد دكتور رفعت. أنا بشكرك جدا دكتور رفعت السعيد، رئيس مكتب الاستشاري لحزب التجمع، ومعانا المستشارة تهاني جبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.